Salam alaikum. Comme l'analyse du circuit à courant continue, la science, les résistances variables. Alors, les résistances variables, il y a plusieurs types. Alors, il y a des résistances qui sont variables manuellement. Il y a des résistances qui sont variables en fonction de la grandeur physique. مثلا ندير فوتو ريزيستانس القيمه ديال المقاومه ديالهم كتبدل اون فونكسيون تاع ليكليراج اون فونكسيون ديال لا لوميير. كذلك كاين عندي لي تيرميتونس لا فالور تاع لا ريزيستانس كتشونجا اون فونكسيون تاع لا تمبيراتور. سي بون، الوغ غادي نبداو بلو برومي تيب اللي هما لي ريزيستانس فاريابل مانيوالمون، ولا اللي كنسميوهم لي بوتونسيومتر. غادي نشوفو دابا شنو هو لو بوتنسيومتر. الو، بالنسبه للشكل ديالو ريال كيفاش داير هو هذا. الو، عنده ثلاثه تاع لي بات. بالنسبه لا كونستركسيون انتر، هو مكون عندي واحد لا ريزيستانس كتكون لا ريزيستانس ماكسيمال ديالو كتكون ما بين لي بات اكستريم، دوك القنات، دوك رجلين القنات، هذيك كتكون هي لا ريزيستانس ماكسيمال ديالو. ترى الى سميت هاد لي بوين سميت هاد لو بوين ا وسميت هاد لو بوين بي. سي بون، دونك بالنسبه ليا لو بوين عندي لو بوين ا وعندي لو بوين بي. الو، لو بوان سي هي الوسطاني. غادي نشوفوا هاد الانترميديال هنايا في الوسط، هذه هي لو بوان سي. الو، كيفاش دايره لو بوان سي؟ تبع لو بوان سي هي هذه اللي في الوسط. هاد لو بوان سي رولي هنايا لواحد بحال الرقاص، بحال ليكوي، بحال كنقولوا الكورسور، كنسميوه حنايا الكورسور. دونك نتايا فاش تورني هاد البوتنسيومتر مثلا في لو سونس انفرس نتاع دورو في عكس من عقارب الساعه ولا مع عقارب الساعه، كتقرب هاد مثلا كتقرب هاد لابور الوسطاني كتقربها مثلا الى البوتنسيومتر دورناه عكس عقارب الساعه. دونك هاد الوسطاني غادي كيبقى يتقرب عند هذا اللي على اليسار. سينو الى دورنا البوتونسيومتر في لو سونس كونترير مع العقارب تاع الساعه، دونك هاد الوسطاني هذا غادي يقرب عند هذا. الو، كيقرب يعني بلا نوسيون تاع لا ريزيستانس ماشي فيزيكمون. الو، كيفاش هنايا قلنا حنا كندورو سوا العكس نتاع منحى عقارب الساعه ولا مع المنحى تاع عقارب الساعه. دونك حنا في كندورو هنايا. سي بون، دونك هذا راه روليي مع السي. دونك هاد ليغوي هادي هاد الكورسور، دونك فاش كان قلنا فاش كان كندورو العكس تاع عقارب الساعه، دونك هنايا السي كتكحز عند الا، كتقرب عند الا، والعكس مع العقارب ديال الساعه بالنسبه لينا السي غادي تقرب عند البي. دونك بالنسبه لا ريزيستونس ماكسيمال كتكون 100 ما بين ا و بي. دونك عندي ما بين ا و بي هي لا ريزيستونس ماكسيمال. دابا هي ا وهذه هي بي، و لو بوين سي هي اللي راهي كما نقولوا هي اللي راهي كتبوجي. دونك الى انايا كندور في هذه المنحه قلنا عكس عقارب الساعه، الوغ السي غادي يبقى يقرب عند الا، وبالتالي هنا راه عندي دو ريزيستونس. الا جينا نشوفو راه عندي كاين دو ريزيستونس، كاين لا ريزيستونس اللي ما بين الا و السي نسميها لا ريزيستونس ار ا سي، وكاينه لا ريزيستونس اللي ما بين بي و سي نسميها لا ريزيستونس ار بي سي. كيما قلت لكم الا دورنا عكس عقارب الساعه لا ريزيستونس ار ا سي غادي تبدا تصغر، السي غادي يقرب عند الا، ولا ريزيستونس ار ا سي غادي تصغر، والعكس بويسكو السي راهي تقرب عند الا دونك راهي تبعد على بي، وبالتالي لا ريزيستونس ار بي سي غادي تكبر، والعكس الى دورنا في لو سونس نتاع لي ليغوي دي مونتر مثلا
في الملحة تاع العقارب ديال الساعة مثلا، دورنا العكس. الو في هذه الحالة، في هذه الحالة غادي يكون ار سي غادي تقرب عند البي، وبالتالي ار بي سي لا ريزيستانس ار بي سي غادي تصغر، و سي بويسكو راهي تقرب عند البي غادي تبعد على ا، على ا، وبالتالي ار ا سي غادي تكبر. دونك بحيث ان لا ريزيستانس ار ا بي دائما ثابته، عندي لا ريزيستانس اللي كاينه ما بين ال ا حتى البي، هاد لا ريزيستانس ار ا بي كتبقى كونستانت. دونك هنا راه بحال اللي عندنا دو ريزيستانس اون سيري، عندي لا ريزيستانس هي البوان ا وهي لو بوان سي. دابا عندي لا ريزيستانس ار ا سي وعندي لا ريزيستانس ار بي سي، دونك هادي لو بوان بي، دونك هادي لا ريزيستانس ار بي سي. دابا هاد البوان سي هي اللي راهي كتبوجي، هي هادي هي اللي كتبوجي هنايا، من دورو على اليسار كانت السي كتمشي عند الا، ومي كندورو على اليمين السي كتمشي عند البي. دابا فاش السي كتمشي عند الا، الار ا سي كتبدا تنقص والار بي سي كتزاد. دقيق. دابا الى السي الى كنا كانت السي كتمشي في هذا لو سونس، ار ا سي شكون كتبقى دير؟ كتنقص، وار بي سي كتزاد، حيت السي كتغرب عند الا وتبعد على بي. والعكس الى مشينا في المنحى الاخر، الملحة الاخر العكس اللي كيوقع، السي كتبعد على الا وبالتالي ار ا سي غادي تكبر، والسي كتقرب عند البي وبالتالي ار بي سي غادي تصغر، بحيث ان عندك لي دو ريزيستونس ار ا سي بلس ار بي سي دائما كتساوي لا ريزيستونس ار ا بي اللي هي ثابته، اللي هي ثابته ار ا بي ريزيستونس ثابت، هي الماكسيموم لا ريزيستانس ار ا بي، هي الماكسيموم كتكون غالبا مكتوبه في البوتونسيومات، مثلا 10 كيلو ولا كتلقى 100 كيلو. شنو هي هذيك 10 كيلو ولا 100 كيلو اللي مكتوبه في البوتونسيومات؟ هي القيمه القصويه، يعني ما بين الاو بي، يعني ما بين البوان ا، يعني ما بين هاد لي بورن اكستريم، يعني ما بين هاد لابورن هذا وما بين هاد لابورن، هذه هي القيمه اللي كتكون مكتوبه هنايا، هي راه ما بيناش بزاف. دونك هاد لا ريزيستونس اللي كتكون مكتوبة على البوتونسيومات ما هي الا القيمة ما بين لي بات اللي هما نتاع القناة، سي بون. وهذا الوسطاني هو اللي على حسب لو سونس دو روتاسيون، كيما قلت لك مي تدور في واحد الجهة كيقرب عند واحد ليكستريميتي وكيبعد على الاخرى، او يقرب عند ليكستريميتي اخرى ويبعد على. دونك هنايا كتكون لا ريزيستونس فاريابل دائما ما بين الوسطاني وواحد في الطرفاني، حيت لا ريزيستونس راهي ثابتة ما بين لي بات اللي هما يعني اكستريم، يعني ما بين هذا وما بين هذا راه لا ريزيستونس بيناتهم ثابت. دونك لا ريزيستونس راهي فاريا فين؟ ما بين الوسطاني مع واحد. دونك الا كانت لا ريزيستونس ما بين الوسطاني وهذا كتزاد، اوتوماتيكمون راهي تنقص في الجهه الاخرى، والعكس الا كانت هنا كتنقص في الجهه الاخرى كتزاد، سي بون. بحيث قلنا ان ار ا بي كتبقى دائما ثابت، وراهي باينه الا كانت ار ا بي ثابته كونستانت اوتوماتيكمون باش تبقى العلاقه صحيحه، الا ار ا سي كبرت الار بي سي كتصغر، والعكس الا ار بي سي كبرت ار ا سي غادي تصغر، حيت المجموع ديالهم راه كونستانت. السي الا وصلناها حتى لعند الا، مثلا دورنا مثلا يعني في هذا المنحى هذا، ودورنا حتى كما نقولوا حتى القنت، الو في هذه الحاله السي غادي تبوان يعني تبوانت على البوان ا، وبالتالي الا درنا السي رجعناها حتى البوان ا، ار ا سي شنو غادي تولي فيها؟ غادي تولي فيها زيرو، و ار بي سي شنو غادي تولي فيها؟ تولي فيها هي ار ا بي، سي بون. كذلك العكس، الا رجعنا البوان سي، درنا مثلا درنا في لو سونس كونترير هكذا على اليمين سي، وديناها حتى وصلناها حتى عند البي، الو في هذه الحاله ار بي سي غادي تولي زيرو، وار ا سي غادي تولي هي ار ا بي، يعني تولي لي ار ا بي زائد زيرو ايغال ار ا بي. دونك يعني دونك البوتونسيومات راهو ما هو الا دو ريزيستونس اون سيري، دونك وذاك الوسط ديالهم يعني فاش تاكل واحد لا ريزيستونس كتزيد في لا ريزيستونس الاخرى، هذا هو البرانسيب ديالو، سي بون. دونك عندك لا ريزيستونس ار ا سي وعندك لا ريزيستونس ار بي سي، دونك
بيكون السي يمشي لواحد الجيه كياكل واحد لا ريزيستونس وكيزيد في لا ريزيستونس الاخرى، بحيث ار اس سي زائد ار ا بي كيبقى كونستون. الو هذه لا ريزيستونس فاريابل كنرمزولها بحال على هذا الشكل، غالبا كنديرو هكذا، هذه هي لا ريزيستونس بوتونسيومتر. شنو هما هاد لي بورن هادو حداو راسكم، حيت حنايا بوتونسيومتر شنو كنا عنده، كنا عنده ثلاثة ديال لي بات. الو الا بغيت تخدم ان ريزيستونس فاريابل ضروري ما تخدم بالوسطاني مع واحد في القناه، ضروري. سينو الا خدمت مثلا ما بين الا و بي راه عندك ريزيستونس ثابته، لا ريزيستونس غادي تكون ثابته، دونك غادي تخدم بحال بريزيستونس عاديه، فهمت؟ دونك باش تخدم بواحد لا ريزيستونس اللي هي فاريابل ضروري كيكون لو بوان سي كاين، دونك لو بوان سي ضروري نخدم به. وبيان سور هاد لو بوان الاخر شنو غادي يكون، يا الا درت مزيان ولا درت بي مزيان، يعني بحال سي بون. دونك سوا غادي دير الا سوا دير البي، ولكن ضروري لو بوان سي اوبليغاتوار، لو بوان سي ضروري تخدم بها اوبليغاتوار الوسطان، سي بون. دونك هذا فيما يخص البوتونسيومتر. دونك تري براتيك في الالكترونيك، حيت كاين دي زابليكاسيون ولا اي ابليكاسيون اللي كيحتاج مثلا الريغلاج، مثلا تريغل الفوليوم ولا تريغل لا تمبيراتور ولا تريغل لا طونسيون، يعني شي حاجه اللي كتفاري يعني تحتاج لديك لا موديلاسيون، دونك كيستعملوا فيها البوتونسيومتر. و بارفوا حتى كيقلبوا بارفوا على دي ريزيستونس، كنبغي دي فالور اللي مثلا بيان بريسيس. مثلا نعطيكم اكزومبل، كاين مثلا الى صاوبت شي مونتاج الكترونيك، عندي ان مونتاج الكترونيك اللي عنده مثلا اوديو، يعني مثلا عندي واحد لا سورتي اوديو اللي غادي مثلا غادي يكون عندي، غادي يخرج لي مثلا الصوت لو سون. دابا هاد لو سون باش يخرج مثلا نقولوا صافي، يعني ما فيهش داك التخرشيش، خصني واحد المقاومه، يعني خصني واحد المقاومه اللي تكون يعني دقيقه جدا، يعني خصني مثلا نقولوا 2.2 كيلو اوم. انا 2.2 كيلو اوم ما غاديش تجيبها بدوك المقاومات اللي شفنا مثلا تاع الكود كولور، حيت هاد المقاومات نتاع الكود كولور دائما كيكون عندهم واحد لا توليرونس بلوز او موان، يعني 5% او 10%. دونك انا ما غاديش نلقى 2.2 كيلو يعني بريسيزي. دونك هنايا غادي يوقع لي دائما مشكل في هاد لوسون اللي غادي يخرج لي بهاد، يعني بهاد الهوت بارلر، كيكون انه يعني فيه البارازيت، عندي البروي. دونك باش يمشي لي داك البروي شنو خصني، خصني القيمه تكون يعني 2.2 كيلو، لا اقل ولا اكثر، يعني ما فيهاش لا توليرونس. دونك هنا كتجي الاهميه نتاع المقاومه المتغيره. شنو كدير؟ كتجيب واحد المقاومه المتغيره اللي تفاري لك مثلا من 0 ل 10 كيلو اوم، سي بون. الو غادي تبلاصي ديك المقاومه في بلاصه 2.2 كيلو، شنو كتبقى دير؟ كتبقى تفاري بحيث، وكتسمع لوسون بحيث فاش يصفى الصوت، يعني يولي يعني ما يمشي داك البروي كامل، تحبس تخلي ديك القيمه يعني على داك الريغلاج هذاك. ديك الساعه راك عارف بلا ما راك حطيت المقاومه نيشان اللي كان خاصها تكون، يعني اللي هي 2.2 كيلو. يعني ما يمكنش تاي تجيب 2.2 كيلو قيمه ثابته وتلقاها يعني ما فيهاش كاع داك الخطا. دونك هنايا من بين يعني لي زافونتاج تاع البوتونسيومتر هو هاد القضيه هذه، يعني كتبغي تلقى ديك المقاومه اللي راهي خاصك تلقاها يعني انديريكتومون، كدير المقاومه يعني ديك القيمه اللي راني باغيها تكون في المجال نتاع البوتونسيومتر، وكنبقى نفاريي حتى مثلا نسمع الصوت يعني يبان مزيان، او الى الصوره مثلا كنت محتاج الصوره تكون تبان يعني صافيه، حتى تلقى داك يعني الهدف ديالك انك وصلت له. ديك الساعه المقاومه راك تكون اللي قلتها على القيمه اللي خاصه، سي بون. دونك هذا يعني من بين لي زابليكاسيون اللي كيستعملوا فيهم البوتونسيومتر. وكما قلت لكم راه اي حاجه في الالكترونيك عندها علاقه يعني بلا فارياسيون، سواء انت فاري الفوليوم
ولا تفاري لا تمبيراتور، ولا عندك مثلا شي جينيراتور تفاري لا طونسيون، دونك والا انك غادي تحتاج لا ريزيستونس فاريا، ولا كيتسمى البوتونسيومتر. سي بون. دونك بالنسبه للبوتونسيومتر قلنا شنو هو، ستيون ريزيستونس اللي هي فاريابل مانيوالمون. كاين دي ريزيستونس اللي كيتفارياو اللي كيتفارياو يعني اون فونكسيون ديال واحد لا غروندور فيزيك. مثلا كنلقاو لي فوتو ريزيستونس، بحالاش لي فوتو. دونك شفنا البوتونسيومتر، شرحنا كيفاش داير البوتونسيومتر، دابا نشوفو لي فوتو ريزيستونس. شنو هما لي فوتو ريزيستونس؟ ولا كيتسمى لي ال دي ار، هي مقاومة لي لا فالور ديالها كتفاريي بدلالة يعني لا لوميير، القيمة ديالها كتغير بدلالة يعني يعني الإضاءة اللي راك فيها. يعني فاش نكونو في لوبسكوريتي، يعني العتمة، يكون الظلام، ما كانش كاع الإضاءة، زيرو ما كانش الإضاءة، المقاومة كتكون نتاع ال دي ار كتكون بالميجا اوم، يعني كتكون يعني تري تري زيلفي. لو مومون اللي انا يعني ابليكي واحد الفيسو لومينو على هاد ال دي ار، يعني مثلا نجيب البيل ولا كنتيري في ديك الفوتو ريزيستونس، كترجع لي المقاومة كتهبط حتى للكيلو اوم. دونك هادي الشكل ديال لي فوتو ريزيستونس، هما هادو هما لي فوتو ريزيستونس. دونك عندها هاد يعني هاد الانترفاس هادي يعني ترونسبارون، دونك فاش يعني فاش كدرك عليها يعني الإضاءة، يعني دير عليها الظلام، كت المقاومة إلا عبرتها كتلقاها كبيرة بزاف. لو مومون اللي كتعرضها يعني تإكسبوزيها لا لوميير، كتبقى كتنقص المقاومة ديالها حتى لي كيلو أوم. دونك وشحال ما يعني ديك لا طوش تاع التليفون مثلا دير ليكسبيريونس، دير يعني بالبيل يعني ديك تاع الفلاش، كتروماركي ان المقاومه ديالها كتهبط بزاف، يعني فاش تيري عليها يعني بواحد لا لوميير اللي هي مجهده. سي بون. دونك هادي سي ريزيستونس فاريا، ولكن ماشي فاريابل مانيوالمون كيما شفنا البوتونسيومتر، وانما فاريابل يعني اون فونكسيون تاع واحد لا غروندور اللي هو الاضاءه. كاين دوتر ريزيستونس اللي كيفاريو يعني اون فونكسيون ديال دوتر غروندور. مثلا شفنا دابا الفوتو ريزيستونس، السامبول ديالها هو دو فلاش بحال هكذا، يعني بور سامبوليزي داك لا لوميير. كاين لي تيرميتونس. شنو هما لي تيرميتونس؟ حتى هما دي ريزيستونس فاريابل، ولكن كي فاري اون فونكسيون ديال لا تمبيراتور. الو السامبول ديالهم هو هذا، وهذا عندي فيهم زوج انواع، كاين لي سي تي ان وكاين لي سي تي بي، كيتسموا لي سي تي ان ولي سي تي بي. هادو دي ريزيستونس كي ديبون دو لا تمبيراتور. شنو الفرق ما بين سي تي ان و سي تي بي؟ هو ان فاش لا تمبيراتور كطلع، بالنسبة لا تمبيراتور إلا تزادت، المقاومة ديال السي تي ان كتنقص. بالنسبة للسي تي بي العكس، المقاومة ديال السي تي بي كتزيد. دونك بالنسبة للسي تي بي المقاومة ديالها كتزيد مع لا تمبيراتور، وبالنسبة للسي تي ان المقاومة ديالها كتنقص مع لا تمبيراتور. سي بون. ليسونسيال هو انها كديبو القيمة ديالها كديبوندي باش بدرجة الحرارة. الو كيفاش دايرين؟ هما هادو هما فوالا، دو بهاد الشكل. هادو هما لي سي تي ان. راه ماركيو هنا سي تي ان، لا تمبيراتور مي كتزيد المقاومه كتنقص. ها هي هنايا، شوفوا معايا هنايا، هذا اللي بالحمار تاع السي تي ان، وهذا اللي بزرق ديال السي تي بي. لو مومون اللي كتزيد لا تمبيراتور السي تي ان كانت المقاومه ديالها كتنقص، وبالنسبه للسي تي بي المقاومه ديالها كتزاد. سي بون. دونك هادو يعني غير دي زيكزو. ليسونسيال برانسيب شنو هو؟ البرانسيب هو داكشي اللي قلناه يعني لحد الان على المقاومات، راه صالح حتى لهاد المقاومات اللي هما سبيسيو. حنا فاش تريتينا شابيتر نتاع لي ريزيستونس، هضرنا بالنسبه لا ريزيستونس عاديه. دابا حتى هاد المقاومات بحال البوتونسيومتر او
او ال دي ار او مثلا لي سي تي ان او لي سي تي بي. الو قبل كل شيء راهم دي ريزيستانس، يعني داك الشيء اللي تقال على لي ريزيستانس راه صالح، راه صالح حتى عليهم سي بون. شنو هما عندهم هما هاد لي بارتيكولاريتي، ان القيمه ديالهم كتقدر تبدل الى تبدل مثلا شي مقدار فيزيائي كما قلت لكم ال دي ار و سي تي ان سي تي. وكاين البوتونسيومات اللي قلت لكم عليه، البوتونسيومات هذا كيتبدل مانيوالمون، وقلنا تري براتيك، ما يعني ما كانش يعني تقول لي راه تقرا لي الكترونيك وما تعرفش البوتونسيومات. دونك ان بوتونسيومات كيتستعمل بزاف سيرتو في الالكترونيك، عنده بزاف تاع بزاف ديال التطبيقات. سي بون فوالا. دونك الفيديو اللي فات كنا شفنا الكود كولور، هاد الفيديو شفنا البوتونسيومتر، شفنا لي ريزيستونس اللي هما سبيسيو بحال لي فوتو ريزيستونس، شفنا لي تيرميتونس لي سي تي ان لي سي تي بي. دونك نحبسو هنايا، الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفو كيفاش نستعملو الملتيماتر، غنشوفو كيفاش نستعملو نعبرو لي ريزيستونس وكيفاش نعبرو لي طونسيون و لي كورون. السلام عليكم ورحمة الله.